القراءة، النص الوظيفي، عدنا إلى المدرسة، أقرأ. اليوم عدنا إلى مدرستنا في الساحة الفسيحة، التقينا بصديقاتنا وأصدقائنا، وعمت الفرحة الجميع. مرحبا بك يا إيناس، أهلا بك يا شكيب، كم أنا سعيدة بلقائك. هيا نبحث عن باقي صديقاتنا وأصدقائنا. انظري، هذه سهام وهذا مامادو. تصافح الجميع ورحبت بنا المديرة واستقبلنا أساتذتنا. اصطف الجميع لتحية العلم وترديد النشيد الوطني. لقد عدنا إليك من جديد يا مدرستي. أحدد معاني الكلمات. أحدد الكلمات التي لها علاقة بالمدرسة: قنطرة، سفينة، سبورة، لها علاقة بالمدرسة، محراث، أستاذة، لها علاقة بالمدرسة، مسبح، ممحاة، لها علاقة بالمدرسة. أفهم. أين التقى التلاميذ بعضهم بعضا؟ التقى التلاميذ بعضهم بعضا في ساحة المدرسة. ما الأسماء التي ذكرت في النص؟ الأسماء التي ذكرت في النص هي إيناس وشكيب وسهام ومامادو. تم افتتاح السنة المدرسية بفعلين وطنيين، ما هما؟ تم افتتاح السنة المدرسية بفعلين وطنيين هما تحية العلم وترديد النشيد الوطني. أفكر، في أي يوم نحتفل بعيد المدرسة؟ نحتفل بعيد المدرسة يوم 15 شتنبر من كل سنة. ما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي مدرسة النصر. رحبت المديرة بالتلاميذ، في رأيك ماذا قالت لهم؟ قالت لهم مرحبا بكم. أنجز. أحدد في النص جملة تدل على الترحيب: مرحبا بك يا إيناس. أقرأ وأجيب بنعم أو لا. أشارك في تحية العلم، نعم. أحفظ النشيد الوطني، نعم. أختار كلمة بصرية مما يأتي وأركبها في جملة: هذا كتاب مفيد، هذه بقرة حلوب.